لذلك مجموعة حقائق دقيقة جدا. من ستر مسلما ستره الله، غلط غلطة لا تروجه، كل ما جلست فلان صار معه هيك، استره الله بيسترك. من ستر مسلما ستره الله، والله عز وجل ستير على وزن فعليل صيغة مبالغة، يعني كثير الستر. ولا تعود نفسك إذا إنسان غلط وين ما جلست فلان فعل كذا، هي غيبة كبيرة جدا، الله ستره وانت ستره كمان. وين ما جلس فلان فعل كذا فعاقبه الله بكذا وكذا. الستر من صفات المؤمن، ستير. يعني في قصة الحقيقة مؤثرة جدا، إنسان تزوج امرأة في الشهر الخامس من زواجه بها، كان حملها في الشهر التاسع، واضح. قال بإمكاني أن أفضحها وأن أسحقها، وأهل معي، ابنتهم زانية وأهلي معي والمجتمع معي والقضاء معي والحكومة معي، لكن أردت أن أحملها على التوبة. جاء لها بولادة، ولدت هذا المولود، هو في دمشق ساكن في أحد الأحياء المشهورة، حمل هذا المولود تحت عباءته ووقف على باب المسجد حتى رفع الإمام يديه وقال الله أكبر، ما في حدا. فدخل وضع المولود في مكان في المسجد والتحق مع المصلي، فهو لما انتهت الصلاة الطفل بكي، الصلاة في ركعتين وفي صفحة في الركعة، بكي وابتعد إلى أن تحلق الناس حوله. فلما تأكد أن معظم المصلين تحلقوا حوله اقترب، قال خير شوفي، بذكاء قال تعال انظر، لقيط، شو لقيط؟ تفضل. أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكر، قال أنا أكفله، أخذ أمام أهل الحي على أنه لقيط هو كفله، ورده إلى أمه. إمام المسجد، أنا مو من عادتي إطلاقاً أن أتكلم في الرؤى، هي أنا بعدت عنها مع أنه أنا مؤمن بها، بس لها أشكالات كبيرة. رأى هذا الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة، قال له قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة، قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. عود نفسك الستر وين ما قعدت. قال لي مرة عالم، قال لي شخص عفوا، يعني هو كان متفلت جدا، التحق بعالم حكى له قصته، قال لي كل ما أجا ضيف تعا تعا أحكي لعمك شو عملت في زمانك، قال لي أنا عصيت الله 50 سنة والله ساترني، لما التحقنا به الجامع فضحني. لا تكن فضاحا، كن ستيرا. فسكت، قال له قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة، فمن ستر مسلما ستره الله. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.
يعني مخالفة ممكن نتجاوزها، لا منكبرها ونشهر بصاحبها. والله في أعمال شهد الله من الكبائر ولا نشعر، من الكبائر. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. عنوان لقائنا الطيب: الجزاء من جنس العمل. ومن أقال نادما، ندم غلط استره. ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته يوم القيامة. يعني واحد غلط، وين ساكن هذا؟ شو اسمه؟ ليش الأسئلة هي؟ هذا اسمه فضاح. والمؤمن ستير، غير المؤمن فضاح، المؤمن ستير. من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. ومن تتبع عورة أخيه المؤمن تتبع الله عورته يوم القيامة. والله شيء يخوف يا أخوان. ومن ضار مسلما، يعني ممكن المسلم ياخذ شيء عمل له اشكال ما عاد اخذه، حرمه منه، ولو اخذه ما في عليه اشكال اطلاقا. ومن ضار مسلما اوقع الله به الضرر يوم القيامه. الجزاء من جنس العمل. ومن شاق مسلما شاقه الله يوم القيامة. يعني عفوا، واحد جاء مثلا بسوريا من حلب إلى الشام في معاملة لا تحقق إلا في دمشق في العاصمة، فجاء من حلب وقعد الموظف مع موظفة يتكلمان كلاما لا معنى له إطلاقا. قال له تعال غدا، غدا في فندق صار وفي نفقة ليلة ومبلغه محدود، لأنه هو مستمتع مع موظفة بإدارة حوار لا يرضي الله. تعال غدا وبتكلفه بس دقيقة واحدة وقعها. والله فيه النمط موجود كثير. ومن ضار مسلما ضاره الله به أوقع به الضرر. ومن شاق مسلما أتعبه شاق الله عليه. تنحل بتوقيع، تنحل بكلمة تعالى غدا. ومن خذل مسلما، تعرفه طاهر ومتهم بذنب كبير وأنت متأكد أنه طاهر وفي إشكال بالموضوع، ما لك علاقة، ما بتشهد. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. أيام بيكون حادث، طفل وقع من الطابق الرابع فجاء فوق سيارة مات الطفل. هذا السائق ما له علاقة إطلاقاً، ما ارتكب ولا خطأ، ماشي بسرعة معتدلة جداً، نزل فوقه الطفل. أنت رأيته وقع، هالشهادة تبعك بتنجي السائق من 6 سنوات سجن. ما له فاضي، لكن لقيش فاضي. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يا شهادة صحيحة تنقذ إنسان من قتل أحياناً، من سجن وبريء. نعم.
ومن خذل مسلما في موضع يحب نصرته فيه خذله الله في موضع يحب نصرته فيه. الدرس لقائنا الجزاء من جنس العمل، ومن سمح عن مؤمن سامحه، ومن سمح عن مؤمن سمح الله عنه. الجزاء من جنس العمل، والراحمون يرحمهم الله. أنت موظف ومعك سلطة، فيك تخليه 5 أيام يروح ويجي وبتنحل بدقيقة. الراحمون يرحمهم الله، في رواية يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. لا، نوع ثاني، عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. مليون قصة في تحقيق هذه القواعد. ومن عفى عن حق أخيه عفى الله عنه. عفوت عنه؟ ومن تجاوز عن أخيه تجاوز الله عنه. ومن استقصى على أخيه اتبعوا بالتفاصيل، أحرجوا، أوقعوا في هم. ومن استقصى على أخيه المؤمن استقصى الله عليه. الله بيهيئ لك واحد يتبع أخطائك خطأ خطأ. فهذا شرح الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه، يعني إلحاق النظير بالنظير. إخواننا الكرام، الله عز وجل قال فبأي حديث، دققوا الآن، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. كلمة دقيقة جدا. الآيات، مطلق الآيات، هي القنوات الوحيدة والفريدة والسالكة لمعرفة الله. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. آيات جمع آية، علامة صارخة واضحة دالة على عظمة الله. إخواننا الكرام، خذوه فغلوه، دققوا، خذوه يوم القيامة فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ضع تحت كلمة عظيم 10 خطوط. ما في واحد الآن بالأرض إلا يؤمن بالله، إلا قل قليل لا تلفت النظر الملحدون، بس مؤمن به لكن مو مستقيم، لأنه ما آمن بالله العظيم، آمن بالله فقط. أما الله عنده شلل، عنده خثرة بالدماغ، عنده فشل كلوي، تشمع كبد، ما بيعرفها هي، عنده حادث صار عاجز طول حياته،
شاب بمقتبل حياته في بلد عربي عمل حادث سير شد الرباعي انتهى 18 انتهى طول حياته عاجز خالص. الله عنده مليون طريق أن تفقد كل شيء وأنت حي. لا لو مات أريح والله. يعني قدرة الله عز وجل مذهل. حياتك بيده، الموت بيده، الصحة بيده، المرض بيده، الغنى بيده، الفقر بيده، القوة بيده، الضعف بيده، كله بيده. ومع كل ذلك ما قبل أن نعبده إكراها، فقال لا إكراه في الدين. أراد الله عز وجل أن يكون الحب أصلاً في العلاقة به. أراد الله عز وجل أن يكون الحب مو القهر مو الخوف أصلاً في العلاقة به. قال يحبهم ويحبونه. إذن حتى تآمن بالله العظيم، يعني عفواً هيك للتقريب، بتجيك ورقة من دائرة البريد، تعال غدا الساعة 10 لتسلم هذه الرسالة المسجلة. قد تذهب وقد لا تذهب. أما أيام تجيك ورقة من جهة ما بتنام 4 أيام، من جهة ثانية غير بديك مو بريد هي. فأنت مع إنسان قوي ترتعد فرائصك، فكيف مع أقوى الأقوياء، مع خالق الأرض والسماء، مع الذي خلق كل شيء؟ رأس الحكمة مخافة الله. ما في إنسان أحمق ولا أغبى من الذي لا يخاف الله. والله عندي مئات القصص بكامل وعيه، بكامل مكانته، بكامل صفي في الدرجة 10. بعرف شخص، يعني صديقي هو الحقيقة، له صديق حميم بوظيفة عالية جدا، يعني تحت الوزير بدرجة، وله مكانة وثلاث سيارات وثلاث بيوت، شغلة كبيرة. فقد بصره. بيقول لصديقي، قال له والله يا فلان أتمنى أن أجلس على الرصيف وأتسول وليس على كتفي إلا ثياب بالية وأن يرد الله لي بصري. عندك عينتين أنت، العين هي شو ضمانة سلامتها؟ أن تغضها عن محارم الله. إن أطعت الله بحاسة بشيء بجسمك، الله ضمن لك سلامته. العين تغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما دام العين غضت البصر كأنه في ضمان من الله أن تتمتع بها طوال حياتك. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. ففي بالكون آيات تكوينية، خلقه الدليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. كم حالة فيه؟ واقف، مضجع، نائم، يعني دائماً. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون، فعل مضارع يفيد الاستمرار. هذا الماء في خاصة لولاها ما فيها اللقاء، ما فيها المسجد، ما في عمان،
ما في الأردن، ما في إنسان بالأرض. هل هي خاصة بالماء؟ هذا الماء كأي عنصر في الأرض، في عنصر صلب وعنصر مائع وعنصر غاز. أي عنصر صلب مائع غاز بالحرارة بيتمدد، بالبرودة بينكمش، تمام؟ هذا قانون مطبق بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة إلا الماء. في له استثناء، الماء درجته 40 نزلنا لل 35 ل 30 حرارته يعني 40 35 30 25 20 15 10 5 زائد 4 شيء لا يصدق. تنعكس الآية، بيزداد حجمه بتقل كثافته. يعني ائتي بزجاجة سميكة محكمة واملأها ماء حتى النهاية، ضعها في الثلاجة، لازم ينكسر الإناء، بيكون إناء سميك جدا. لما الماء بيتمدد ما في قوة في الأرض تقف أمامه. في بعض البلاد في صخور غالية جدا، يحفرون 4 ثقوب طويلة يملؤوها بالماء، ببرد الماء تقلع الصخرة. لما الماء إذا أراد أن يتمدد ما في قوة في الأرض تقف أمامه. مين صممه؟ لولا الخاصة ما في حياة، ما في ماء. هذا الماء بهالدرجة هي بيزداد حجمه، بتقل كثافته يطفو. لولاها تتجمد أول طبقة بالبحار، بتزيد الكثافة تغوص، طبقة ثانية ثالثة رابعة تتجمد البحار بأكملها، ينقطع التبخر، تنقطع الأمطار، تموت النباتات، تموت الحيوانات، يموت الإنسان، كل حياة الأرض الخمس قارات بهي. خمس قارات الآن، من كم يوم، من كم سنة، من آدم يوم القيامة لولا الماء هذا. فأخواننا الكرام، التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله. فالكونيات تفكر، والدليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات الكونية خلقه، والموقف الكامل التفكر. والآية مرة ثانية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أما أفعاله، آيات تكوينية، الكونية خلقه، الموقف التفكر، التكوينية أفعاله، الموقف النظر الآية، قل سيروا في الأرض فانظروا. فكيف كان عاقبة المكذبين؟ الآية الثانية، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وحدة فاء وحدة ثم، الفاء قاضي صديق حميم، في بيت بأرقى أحياء دمشق، أرقى أحياء دمشق، توفي صاحبه، في له ورثة، في أولاد، في بنات، في أصهار، في كنائن. جاء إنسان وقدم عقد شراء للبيت من 10 سنوات،
العقل متقن بشكل مذهل كأنه صحيح، بس ما باعوا البيت صاحبه، بس معه عقد شاري، البيت شاري وفي أولاد وفي بنات وفي أصهار وفي كنائن وفي أحفاد وفي ورثة بأرقى أحياء دمشق وأغلى بيت. فالقاضي معه عقد شراء متقن لدرجة مذهلة. فاضطر القاضي إلى تكليف المدعى عليه أن يحلف يمين حاسمة، اسمه يمين حاسمة. قاضي صديقي كان، والله من فمه إلى أذني، قال لي هيك طاولة، حط إيده اليسار على الطاولة وحط إيده على المصحف وحلف اليمين الخطيرة الغموس. هذا اليمين اسمه اليمين الغموس، يغمس صاحبه في النار. ورفع ايده ما عاد نزله. القاضي غضب، نزل ايدك، كان ميت، ليش بايوائك ماسك بالثانيه؟ من فمه الى اذنه حلف يمين ورفع ايده ما عاد نزله، مات راسه. هي قرسيه في الارض. ف للترتيب على التعقيم، قصة ثانية كمان صديق إلي، نحن كان الإعدام بساحة المرجي قديما، أصبح الإعدام بالقلعة، مدخل الحميدية في قلعة مشهورة كثير، إعدام هنا. واقف واحد إنسان محكوم بالإعدام، قبل وضع الحبل في رقبته قال وقف، أنا الآن سوف أشنق لأني متهم بقتل إنسان، أقول لكم وأنا صادق أنا ما قتلته، لكن قاتل واحد من 30 سنة. قل سيروا في الأرض ثم انظروا في وحدة، فانظروا للترتيب على التعقيب، والثاني ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآيات التكوينية نظر، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان. القرآنية تدبر، الكونية تفكر، التكوينية نظر، القرآنية تدبر، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الآن فحوى دعوة الأنبياء جميعا، في آية قرآنية واحدة تلخص فحوى دعوة الأنبياء جميعا الذين ذكروا أو لم يذكروا؟ قال وما أرسلنا من رسول، من لاستغراق أفراد النوع. أنت بصفي 50 طالب، قلت للطلاب غدا آتيكم بهدية لكل واحد منكم، لكن في 2 غايبين ما له الهدايا. لو قلت ما من طالب في هذا الصف إلا وله هدية، الغايبين أخذوا هدية. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه نعطي. هلأ فحوى دعوة الأنبياء جميعا في الأرض أنه نقطين لا إله إلا أنا فاعبدوا. نهاية العلم التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، لا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مزل إلا الله. نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل العبادة، أن تعبد الله، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. أخواننا الكرام، يعني لا يخافن العبد إلا ذنبه، هي ملخص ملخص الملخص، لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. والحمد لله رب العالمين.